طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين. الأول، مرسوم حكومي جديد يضمن امتيازات وحقوقا لميليشيات الحشد كقوات الجيش، وفي المحور الثاني نناقش امتيازات جديدة غير معلنة يقرها البرلمان لنفسه. فاصل ونعود إليكم. أصدر رئيس الحكومة حيدر العبادي مرسوما يقضي بدمج منتسبي الحشد في صفوف القوات الحكومية، وبحسب قرار العبادي فإن عناصر ميليشيا الحشد سيحصلون على الكثير من الحقوق التي يتمتع بها أفراد القوات الحكومية كالرواتب والمخصصات وغيرها. يأتي هذا القرار قبل شهرين فقط من الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي يسعى العبادي من خلالها إلى الفوز بولاية ثانية كرئيس للحكومة. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. رسميا ميليشيات الحشد تدمج في صفوف القوات الحكومية بمرسوم أصدره العبادي. مرسوم العبادي ينص على أن يحصل عناصر الحشد على الكثير من حقوق منتسبي المؤسسات العسكرية الحكومية مثل الرواتب والمخصصات، ويتيح المرسوم الجديد لعناصر الحشد التسجيل في الكليات والمعاهد العسكرية، كما سيطبق على منتسبي الحشد قوانين الخدمة العسكرية وفقا للمرسوم نفسه. قرار العبادي الأخير بشأن دمج الحشد بالمؤسسة الأمنية في العراق يأتي قبل شهرين من موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي يسعى العبادي من خلالها إلى الفوز بولاية ثانية كرئيس للحكومة. ما أعلن عنه رئيس الحكومة ليس بالمفاجئ، بل جاء متمما لتشريع سابق أقره البرلمان عام 2016، ونص على دمج ميليشيا الحشد في أجهزة الدولة، على أن تكون هذه الميليشيات تحت إمرة رئيس الوزراء مباشرة. خطوة يقول مراقبون إنها ستضمن للعبادي الأصوات الكافية للتغلب على أقرب منافسيه نور المالكي، وتحييد قيادات الحشد عن المشهد السياسي القادم. ويبدو أن ثمن الفوز بفترة رئاسية ثانية ألزم العبادي باستغلال ملف الحشد كورقة رابحة وربما أخيرة، متجاهلا بذلك الأصوات المطالبة بحل ميليشيا الحشد التي تشكلت بفتوى عام 2014. كما أن العبادي تجاهل تقارير أممية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اتهمت ميليشيا الحشد بقتل مئات المدنيين السنة بإعدامات ميدانية خارج إطار القضاء في ممارسات ترقى لجرائم حرب. التقارير الأممية ذاتها حذرت من استمرار حكومة العبادي بدعم وتسليح الميليشيات، الأمر الذي من شأنه تغذية دوامة جديدة من انعدام القانون والفوضى الطائفية في البلاد، لا سيما وأن ميليشيا الحشد لها ارتباط مباشر بإيران التي تسعى إلى جعلها قوة مشابهة للحرس الثوري الإيراني الذي له علاقات وثيقة مع الحشد ويقوم بتسليح وتدريب العديد من فصائله. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا العقيد الركن حاتم الفلاحي المحلل العسكري والاستراتيجي من إسطنبول. مرحبا بك معنا سيادة العقيد. يعني كيف ستؤثر هذه الامتيازات لميليشيات الحشد التي تساوي بينهم وبين مراتب الجيش على شكل المنظومة العسكرية؟ مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الرصيدين. أنا أعتقد بأن هذا القانون هو جاء لتكملة الخطوات التي صدرت في البنية التي صدرت في تشريع السابق لمسألة دمج الحشد ضمن القوات المسلحة، حيث أن القرار الأول الذي صدر في عام 2016 هذا القرار أغفل كثير من الجوانب التي حاول العبادي في هذا القرار أن يحاول أن يسد هذه الثغرات التي كانت في ذلك البيان. أنا أعتقد بأن الغاية الرئيسية أن الصراع السياسي المحتدم في العراق مثل ما تفضلتم في التقرير هو الذي أعطى للعبادي حقيقة الإمكانية إصدار مثل هذا البيان. أولا يجب أن نفرق بأنه الحشد الشعبي لديه مرجعيات متعددة في العراق، هذه المرجعيات مرجعيات تعود إلى إيران ومرجعيات تعود إلى المرجعية في النجف، إضافة إلى المرجعيات التي تعود إلى التيار الصدري وما إلى ذلك. إذا نحن نتكلم عن ميليشيا متعددة الولاءات، وبالتالي يحاول العبادي أن
أن يحاول من خلال هذه أن ينفذ إلى الحشد الشعبي لكي يحظى بحظوظ لفترة رئاسية قادمة في البرلمان العراقي. أنا أعتقد بأن حتى هذا القرار أصابته كثير وأغفل كثير من الأمور. يعني هذا القرار لم يعالج الأسلحة التي يمتلكها الحشد الشعبي، الأسلحة الثقيلة التي حصل عليها الحشد الشعبي، سواء كانت من إيران أو سواء كانت من الأسواق المحلية. كيف سيكون التعامل مع هذه؟ إضافة أنه لم يحدد مساحة وحركة هذه القطاعات. إضافة إلى هذا بأنه هناك أكثر من 152 ألف شخص يتبعون إلى الحشد، تم إقرار ما يقارب 120 ولم تدرج لهم ميزانية مالية من ضمن الموازنة لهذه الفترة. إضافة إلى هذا بأن الحشد، يعني إذا أردنا أن نتكلم الآن عن المقرات التي تعود للحشد والمعسكرات أيضا، يعني الحشد يمتلك ما يقارب 9 معسكرات كبيرة إضافة إلى 286 موقع وأكثر من 400 مكتب ومقر تنتشر في مساحات واسعة في العراق. كيف سيتم التعامل مع هذه المقرات؟ حقيقة هذا القرار أغفل كثير من الجوانب التي لم يعالجها لا في القرار الأول ولا في القرار الثاني، وكأنما هذا القرار سوق على عجل لكي يستخدمه العبادي لتوظيفه سياسيا في الانتخابات القادمة. نعم، يعني سيادة العقيد، يعني موازنة الميليشيا لهذا العام نحو 80 مليون دولار لأغراض التسليح والتدريب والتجهيز فقط، يعني عدا الامتيازات وعدا الرواتب. أليس هذا الأمر يرسخ استقلالية لميليشيا الحشد وعدم ارتباطها تنظيميا بأي مؤسسة عسكرية أخرى كما أشرت أنت قبل قليل، وإن كان رئيس الوزراء هو من يعين آمريها بحسب المرسوم الجديد؟ هناك من قال بأن هذا السيناريو مشابه أو مطابق للحرس الثوري الإيراني. نعم، لا شك. اليوم تصريح الفياض، اليوم الفياض اليوم يقول بأنه القوى الرئيسية الأولى الموجودة في العراق هي قوات الحشد الشعبي، والجيش يعتبر ظهير، بينما هي الحالة يجب أن تكون معكوسة، بأنه القوى الأولى يجب أن تكون للجيش ويكون الحشد هو ظهير للجيش. ولكن التصريحات التي تصدر من مسؤولي الحشد لا تصب في أنه يريدون من الجيش أن يكون القوة الرئيسية الضاربة في العراق. هم يريدون تغيير بنية الجيش العراقي، حيث غير هذا الجيش أو بنيته في الفترة السابقة بإرادة أمريكية بعد 2003 عندما حل الجيش وتم بناء جيش جديد بدمج الميليشيات التي جاءت من خلال إيران ومن مناطق أخرى في بداية تشكيل الجيش في عام 2003-2004. واليوم هذه الخطوة الثانية التي تتخذ من قبل الحكومة لتغيير بنية الجيش وتغيير مهامه الوطنية وما إلى ذلك، لأنك عندما تدرج ميليشيات ذات طابع طائفي في هذا الجيش فإنك تحاول تغيير بنية هذا الجيش إلى ما تصبو إليه، وبالتالي هي إرادة إيرانية أولا. نعم، يعني سيادة العقيد، ما جاء في المرسوم بأن المقاتل هو الشخص الذي يتمتع بحقوق الدرجة الوظيفية المعادلة ل رتب الضباط من رتبة ملازم فما فوق، التي طبعا تمكنه من أداء الواجبات وممارسة الصلاحيات التي تقرها القوانين النافذة. ألا يعني هذا دمج رتب عسكرية دون دراسة للكلية العسكرية ومساواة بين الرتب العسكرية الفعلية؟ أكيد هذه الخطوة، يعني حتى لو جئنا إلى الأصل الدستور، المادة 9 تقول بأنه لا يجوز تشكيل ميليشيات خارج الجيش العراقي، وبالتالي اصلا هو تشكيل هذه الميليشيات في عام 2014 هي مخالفه صريحه للدستور العراقي حسب الماده 9 من الدستور. ولكن هناك مخالفات كثيره لها، يعني ليست الرتب، حتى مساله الشهاده كان هناك في القرار الاول استثناء من شرط العمر ومن شرط الشهاده. الان يحاولون في هذا فقط القراءه والكتابه. نعم. يعني يحاولون يتجاوزون هذه القضية إلى أمور أخرى. هناك كثير من التفاصيل هذا القرار أغفلها. يعني عندما نتكلم عن هذا القانون ونتكلم عن الإمكانيات التي يمتلكها الحشد الآن، يقول قيس الخزعلي بأنه النصر العسكري لن يكون مكتملا إن لم يكن هناك نصر سياسي لهذا الحشد. هم الآن يحاولون أن يسيطرون ليس على القرار الأمني الذي يعتبر الآن مصادر تماما من قبل الحكومة لهذه الميليشيات، فإنما يحاولون أن يقفزون إلى المشهد السياسي.
يعني اصبح الان الطموح اكبر مما كانوا يصبون اليه في الفتره السابقه. الان هناك صراع حقيقه، صراع كبير جدا في داخل البيت الشيعي، من يتولى رئاسه الوزراء الفتره القادمه. هناك اراده امريكيه على تحجيم الحشد، هناك دعوه اوروبيه على انه يدمج الحشد بعد ان يخرج كثير من التفاصيل تخرج من مما أدرج اسماء الحشد، مثل العمر ومثل كبار السن وما إلى ذلك، والعدم حصول على شهادات. ولكن هذه الأمور حقيقة لم يتم معالجتها في هذا القانون. نعم، يعني رغم الامتيازات ورغم الدمج كما تم تسميته، ولكن يبقى الحشد هيئة مستقلة مرتبطة اسميا كما يقال برئيس الوزراء حيدر العبادي. هل يمكن أن نتوقع سنة العقيد أن تحدث مشاكل بين الجيش وبين ميليشيات الحج الشعبي، خاصة أنها لا تأخذ الأوامر من الجيش؟ نعم، هنا يجب التفصيل بأن ميليشيات الحشد من يأتمر الآن بإمرة القوات الحكومية هي فرقة العباس القتالية وفرقة قوات علي الأكبر التي تتبع إلى مرجعية السستاني، إضافة إلى قوات السلام التابعة إلى مقتدى الصدر. أما بقية الميليشيات التي شكلت في عام 2014، جميع هذه الميليشيات تأتمر بإمرة إيران، وبالتالي هناك صراع داخلي حتى ما بين قيادة الميليشيات في الحشد الشعبي بقيادة مهدي المهندس الذي يتبع إلى إيران، وما بين بقية القيادات التي تحاول أن تنضوي تحت إمرة الدولة. أنا أعتقد بأنه الفترة المقبلة إذا لم يتم تنفيذ ولم يتم وصول هذه الميليشيات إلى سدة الحكم، قيس الخزعلي وبدر هادي العامري وما إلى ذلك، أنا أعتقد بأنه قد يكون هناك تصعيد كبير جدا في الفترة المقبلة. لذلك هم الآن يحاولون أن يدرجوا كثير من التفاصيل في هذا القانون ويستفيدون منه ويوظفونه سياسيا لأغراض الانتخابات، وبعد الانتخابات سيكون هناك شأن آخر لهم فيها. نعم، أرحب بالأستاذ صالح الخفاجي، مسؤول ملف حقوق العراق الدولية من بريطانيا. مرحبا بك معنا أستاذ صالح. أستاذ صالح، يعني هناك من قرأ هذه الامتيازات التي منحها رئيس الحكومة حيدر العبادي على أنها دعاية انتخابية لكي يضمن ولاية ثانية لرئاسة الحكومة، أنت كيف تقرأ هذه الامتيازات؟ أنا مع الأسف بعد 15 سنة من تدمير البلاد نسوق، وإحنا بالإعلام بعد كل هالجرائم أن نسوق مثل هذا التبرير. هذا لعب بمقدرات العراق أخي، هذا لا يجب أن أقبل هذا الكلام أنه لكي يأتي رئيس وزراء لمرة ثانية فهو يلعب. أخي هذه كانت محرمات حتى في ظل هذا الوضع السيء، وكان أول ما ظهر الحشد وأعطاه غطاء المرجعية ثم تخلت المرجعية، كل هذا كان محرم الكلام فيه، ومحرم إدخال الجيش، ومحرم أن يكون جزء من الوضع العراقي. هذا قبل انتهاكاتهم، فما بالك بعد الانتهاكات والتدمير وعدم إعطاء مكاناتهم للنازحين. أخي إيران هي التي تنسق هذا الوضع إقليميا ودوليا بحجم الضغط الواقع على اللعبة الدولية في العراق، وبالتالي لكي تسوق إيران أي وضع. بذكرك لمجرد الخزعلي والآخرين اخترقوا كل الخطوط وذهبوا إلى لبنان، وحدث الضجة واستثمرت السعودية والخليج، ولفتوا نظر أوروبا ونظر أمريكا، وكان نقد لاذع ويجب أن يدخلوا تحت المحاكمة. هذا كله يجب أن لا يقيم على شعبنا لأنه اعتبروه. كيف تصرفوا هؤلاء؟ إذا تصرفوا من هيمنة إيران على هذه الدول الأربعة، اللي هو يقول إحنا نتحكم بالعواصم بغداد ودمشق ولبنان واليمن. نعم. أخي فنتيجة الضغط الدولي أوكي تخلت لبنان عن الدفاع عن الزيارة، ووضعتهم على أجندة المساءلة والمحاكمة، ويجب أن يحال ملفهم إلى القضاء اللبناني. إذن هذا بناء إذن على صراع. إذن هل هي دعاية انتخابية لحيدر العبادي هذه الامتيازات؟ يعني هذا تسويق لحيدر العبادي لكي يبقى لولاية ثانية. وأذكر مرة أخرى حينما سقط المالكي بكل جرامة وبكل تسليم للموصل، كان هو يهدد الحكومة العراقية والوضع بأي ترتيب، تركيب للعبادي وللجعفري بناء على تركيبات إيرانية بانقلاب أبيض عملت إيران، ما سلمتها إلا لحزب الدعوة. وفوجئ العالم تفرض إيران المالكي نائب أول لرئيس الجمهورية. وأضيف لك دعا المرشد الأعلى في تلك الأيام الحالكة
المالكي إلى طهران وصدر تصريح خام ورجع بما عليه قال الحكم عائد إلي ويهدد كل أقطاب الحكم الوضع الحالي بالتزام إيران، ويقول هو أنه اعتذر المرشد الأعلى ترى الأوضاع صح الآن، وكان لو يدري كان ما أعطى الضوء الأخضر لقبول التغيير، وهو قبول التغيير مش اعتباطا نتيجة وضع داخلي مفترق بالعراق ووضع إقليمي والجرائم اللي تمت في الموصل وداعش وهروب قوات المسلحة وقياداته، وكان يجب أن يدخل السجن مع هذا إيران ثبتت نائب أول لرئيس الجمهورية، وهي تثبت اليوم نتيجة نقد ترامب تثبت أنه حتى إذا تقرأ تصريحات موصل لا نقبل قوة خارج الدولة. هذا القرار أخي قرار إيراني وقرار العبادي لكي يبقوا ماسكين السلطة بالعراق، فيجب أن يذروا الرماد نتيجة النقد الدولي أنه أدخلوا الحشد في القانون وضمن القانون ويحكموا، ولكنه أي قانون وأي حكم أي لجنة حققت في الجرائم سوف نأتي على الجرائم. دكتور صالح، سيادة العقيد، يعني كما أشرنا بأن يعني الحشد دومج بقرار من البرلمان في العام الماضي وأصبح له كيان قانوني، اليوم يدمج بقوات الجيش ويحصل على امتيازات كقوات الجيش، ما هي الآثار على العقيدة العسكرية في العراق خلال أو في السنوات المقبلة من خلال دمج كل هذا العدد الكبير من ميليشيات الحشد الشعبي في قوات الجيش وله استقلالية في داخل الجيش؟ نعم، لا شك بأن هذه الاستقلالية التي أعطت إلى الحشد الشعبي حقيقة يعني جعلت منه تشكيل عسكري داخل إطار الدولة خارج عن سيطرة الدولة. يعني عندما نتكلم الآن عن ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، هي لا تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة حسب السياق وحسب ما قلع، لأن هناك قسم من هذه الميليشيات الآن تقاتل. إذن الولاء ليس للوطن ابدا. يعني كثير من التصريحات التي تصدر من قادة الميليشيات الخراساني والنجباء يقولون سنكون حيث تقتضي مصلحة المقاومة. اذا نحن نتكلم عن ميليشيات منفلتة، ميليشيات تعمل بإمرة الولي الفقيه وتأتمر بإمرة قاسم سليماني، سواء كانت في العراق او في المنطقة ضمن مشروع كبير تقوم به إيران في دول المنطقة، سوريا، العراق، لبنان، البحرين، اليمن والسعودية. اذا نحن نتكلم عن ميليشيات تقاتل خارج العراق، يا لم يتطرق القانون إلى كيفية التعامل مع هذه الميليشيات. يعني العقيدة العسكرية العراقية تقول بأن هذا الجيش هو للدفاع عن العراق داخل حدود العراق من أي أخطار خارجية، ولن يقوم بعمليات خارج إطار الدولة إلا أن يكون هناك توافق سياسي كبير جدا ما بين المكونات، علما بأن ميليشيات الحشد الشعبي عندما مرر القانون الأول في عام 2011 لم يكن بموافقه، لم يكن توافقيا ما بين جميع الكتل، ورفضت الكتل السنيه تمرير مثل هذا القانون لانه كانوا يريدون تمرير قانون الحرس الوطني. اضافه الى هذا، الان كثير من المخازن التي تنتشر للسلاح في بغداد التي تعود الى الميليشيات لم يتم التطرق الى كيفيه التعامل مع هذه المخازن التي استولت عليها الميليشيات وكونت منها مخازن كبيره جدا سواء كانت في بغداد او في بقيه المحافظات. لم يعالج كثير من الإشكالات التي يجب أن تعالج في مثل هذا القانون باعتبارها أنها أصبحت جزء من المؤسسة العسكرية حسب هذا القانون لإعطاها الامتيازات. ولكني أنا أعتقد بأن هذا القانون عندما صدر هو لإعطاء شيء من التكريم للحشد الشعبي لما قام به في الفترة السابقة لكي يكون للعبادي يعني يكون للعبادي شيء في مسألة الانتخابات القادمة بأني قد قدمت الكثير، خاصة لبعض الميليشيات التي هي لا توالي إيران وتأتمر بإمرة الداخل العراقي. إذا نحن نتكلم عن عقيدة عسكرية حقيقة، حتى الجيش العراقي هناك لبس كبير جدا في مسألة العقيدة العسكرية، لأن دائما العقيدة العسكرية للجيوش تبنى على أساس المذهب السياسي لهذا البلد والمذهب الديني، وبالتالي نحن نتكلم حقيقة عن إشكال كبير جدا الآن بدخول هذه الميليشيات التي لا تأتمر بأمرة البلد وتعمل بأوامر خارجية. نعم دكتور صالح، تحدث سيادة العقيدة الركن حاتم الفلاحي عن الآثار على العقيدة العسكرية في العراق، أنت برأيك ما هي الآثار على المجتمع العراقي من خلال هذه الامتيازات الجديدة للحشد الشعبي؟ أولا دعني أن أؤيد وأحيي العقيدة العسكرية في الكلام التفصيلي من وجهة نظر عسكرية ومن وجهة نظر المذهب السياسي والديني لهذه الدولة التي
تحكم بها العراق او تحكم بها دول القاهره المزاد السياسيه، وانضافت مع الاسف بعد هذه الفتره في تشويق الطائفيه بالعالم العربي ايضا المذهب الديني. لكن خطوره هذا الوضع هو اولا لكي نفصل ان العبادي قبل سبق وزير الخارجيه في عشرات الخطابات لانه ما عنده جمهور، كان يستند ويحيي الحشد الشعبي لاغراض تثبيته وزير خارجيه بالسلطه، وكذلك هذا السلوك هو سلوك المالكي، فالكل يتسابق لكي يتبارزوا في حجم اصوات الحشد الشعبي لكي يضعوا ثقلهم، هذا بعد اللعب على السلطه السياسيه وابقائهم في التيار الشيعي حاكمين ونافذين وان لا يفقدوا مناصبهم. نعم. اما اثاره على المجتمع على العقيده العسكريه على الجيش المهلل هذا اثاره خطيره. هذا هو حرس ثوري سوف يصبح يحكم العراق على العقيده الايرانيه، وبالتالي كل القيادات العسكريه وما تسمعها من الاستخبارات العسكريه ودورها ومحاوله ابرازها في تحرير الموصل، هذا حينما الان اصبح الوضع رسمي بكل هذه الميزات وبقانون ومرتب سوف يصبح مكانهم اكبر من كل باقي القوى. هذا اضافه لما قال ضيفك انه مش كل قيادات الحشد مش فقط منضبطه، كلها ولاءات مختلفه وكلها تحركها غالبيتها تحركها ايران، واللي مختلفه مع ايران تنتمي لمرجعيات نافذه مش حبا بالعراق ايضا حبا باغراضها السياسيه. يعني العراق الحقيقي والعقيده العسكريه التي تحمي الامن وتحدث الاستقرار ويلجا لها الشعب غير موجوده هذه القاعده العسكريه. نعم. وغير موجوده هذه المظله العسكريه والعسكري الوطني، هذا اضافه للفساد. ناخذ نعم. مثال وزير الدفاع الذي يقيل. نعم. من اسقط الفساد. اذا انت ترى هناك اثار على المجتمع. نعم. فاثار كثيره على الشخصيات العسكريه التي تريد ان تخدم العراق بنزاهه. نعم. اثار على كل شخصيه لها راي، وهؤلاء يشكلوا يعني عصب الامن والاستقرار والتحكم بالدعم السياسي. نعم. لكنه سياده العقيد، عذرا على المقاطعه، سياده العقيد الركن، يعني من شمل بهذه الامتيازات متواجد على الاراضي السوريه ويدافع عن النظام السوري منذ بدء الازمه في سوريا، ومنهم لم يشارك اصلا في المعارك في العراق. كذلك هناك 30,000 عنصر في ميليشيات الحشد لم يتم ادراجهم بعد. هل هؤلاء برايك هم من الحشد العشائري، ولماذا لم يتم ادراجهم في هذه الامتيازات؟ نعم، منذ البدايه كانت هناك تصريحات لقيادات مثل مهدي المهندس قال بانه جميع الحشود التي شكلت في المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدوله اذا لم تأتمر بامره قيادات الحشد الشعبي فهذه لا تعتبر ضمن القوات التابعه الى الحشد الشعبي، وبالتالي ال 32,000 الذين لم يدرجوا ضمن القوائم انا اعتقد بانهم من الحشد العشائري الذي شكل من المناطق التي من المناطق السنيه، وبالتالي نتكلم حقيقه حتى في هذه المساله نتكلم عن 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 تمييز واضح في مساله التعامل، يعني لانه عندما كانت الصحوات وقاتلت تنظيم القاعده في الفتره السابقه تم الاجهاز على الصحوات بالاعتقالات والسجون وما الى ذلك، وتم حقيقة إنهاء هذا المشروع في المناطق السنية. الآن هذا المشروع لم يعامل مثل ما عملت الصحوات في الفترة السابقة، مثل ما قاتل الصحوات القاعدة الآن هذا الحشد هو يقاتل تنظيم الدولة. لماذا لم يعامل بعد أن انتهت المعركة مع تنظيم القاعدة في تلك الفترة يعامل الآن بنفس الشيء بأن تحل هذه الميليشيات، وبعد ذلك من يريد ان يتقدم الى القوات الامنيه عليه ان يقدم المستمسكات اللازمه ويخضع للفحوصات ويدرج تحت مسميات الاجهزه الامنيه، اضافه الى هذا انه كان يجب على الحكومه ان تصدر القرار بادراجهم ضمن اما وزاره الدفاع او وزاره الداخليه، نعم. ان يكون هذا الجهاز هو جهاز مستقل عن تشكيلات القوات المسلحه، فانا اعتقد بانه لن يكون ضمن
لم يكن ضمن تشكيلات القوات المسلحة لا سابقا ولا الآن، لأن إيران لا تريد هذا الأمر. أنا أعتقد بأن هذا الأمر يصب في مصلحة إيران بشكل كبير جدا، ولكن هم الآن يعطون هذه الامتيازات لكي يساومهم بقيادات الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، وأنا أعتقد بأن هذا تكريم لهم وليس انتقاص من شأنه. العقيد ركن حاتم الفلاحي المحلل العسكري والاستراتيجي من إسطنبول، والأستاذ والدكتور صالح الخفاجي مسؤول ملف حقوق العراق الدولية كان معنا من بريطانيا، شكرا جزيلا لكم. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم لمناقشة المحور الثاني. أهلا بكم إلى المحور الثاني. نقلت صحيفة المدى العراقية عن مقرر مجلس النواب عماد يوحنا قوله إن قانون تقاعد النواب المقر حديثا منح أعضاء مجلس النواب امتيازات لم يعلن عنها لغاية الآن رغم التصويت على مشروع القانون، ويعتبر ملف امتيازات النواب واحدا من القضايا التي أثارت غضبا شعبيا واسعا، إذ عده الكثيرون استنزافا غير مبرر لخزينة الدولة المثقلة بالديون الدولية. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. تبقى رواتب ومخصصات وامتيازات مجلس النواب حديث الشارع العراقي لما تحتويه من أرقام خيالية لأعضائه العاملين فيه أو أولئك المتقاعدين، أرقام لم يتم المساس بها في موازنة العام الحالي برغم تضمن الموازنة استقطاعات لرواتب الموظفين في الوزارات وفرض الضرائب الكبيرة على المواطنين تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي الخاصة بالاقتراض. مجلس النواب يتعامل مع الامتيازات والمخصصات التقاعدية التي منحها لأعضائه في قانونه الجديد بسرية تامة خشية الانتقادات والغضب الشعبي مع قرب الانتخابات البرلمانية القادمة. سرية تلك القوانين كشفتها صحيفة المدى، حيث نقلت عن مقرر مجلس النواب عماد يوحنا قوله إن قانون تقاعد النواب منح زيادة في سنوات خدمة النائب التقاعدية لمن لم يمتلك 15 سنة خدمة فعلية، وألزم بعلاج النائب داخل العراق أو خارجه إذا تعذر علاجه داخلياً. التشريع الجديد خصص 5 سيارات مصفحة لرئيس مجلس النواب وثلاثا لكل من نائبيه، في الوقت الذي حدد 16 عنصر حماية لكل نائب. الدائرة الإعلامية على غير العادة لم تنشر مسودة قانون مجلس النواب وتشكيلاته على الرغم من مضي أكثر من 3 أيام على إقراره من قبل المجلس، الأمر الذي أثار الشكوك وطرح الكثير من علامات الاستفهام. النائب يوحنا أشار إلى أن أسباب هذا التأخر يعود إلى كثرة التعديلات التي تمت إضافتها على مقترح القانون والتي تتطلب مراجعة وتدقيقا من قبل الدوائر البرلمانية المختصة. قانون مجلس النواب تضمن مجموعة من الامتيازات التي وصفت بأنها غير مبررة وتتناقض مع معايير العدالة الاجتماعية، كونها منحت النواب رواتب تقاعدية خارج سياقات قانون التقاعد المعمول به حالياً. أما عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب زينب السهلاني فقد أكدت أن الامتيازات التي ضمنت في قانون مجلس النواب وتشكيلاته أقل بكثير من المخصصات المالية لمجلس الوزراء. كل ذلك يؤكد أن الدخل القومي في العراق وإيرادات النفط تستنزف لمجموعة عقيمة لم تقدم للعراق سوى مزيد من الأزمات التي أعادته عقودا إلى الوراء. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الأستاذ حسين العليان الكاتب والإعلامي من عمان، والأستاذ
صباح الخزاعي الأكاديمي والباحث السياسي العراقي من بريطانيا، فمرحبا بكما معنا. أبدأ معك أستاذ حسين العليان، برأيك لماذا يتكتم مجلس النواب على الامتيازات والمخصصات التقاعدية التي منحها لنفسه في قانونه الجديد ويتعامل معها؟ باختصار لأنها بدون وجه حق، ولأن العراق يعاني أزمات مالية خانقة وديون، وهؤلاء بشرع القوانين اللي بتزيد من مكاسبهم وامتيازاتهم. نعم، يعني وبالتالي من الطبيعي أن مجلس النواب والحكومة يخفوا هذه المكاسب والامتيازات عن الشعب، وهم على وجه انتخابات برلمانية، ويرجعوا يخدعوا الناس مرة ثانية وثالثة. نعم، إذن يعني أنت ترى أن إخفاء الأرقام أو حصيلة الامتيازات هو من باب الأزمة المالية أو من باب التخوف من يعني غضب الشارع العراقي؟ بالتأكيد يردوا يعني التخوف من ردود الأفعال في الشارع العراقي. نعم، يعني يعاني أزمات اقتصادية خانقة، والنواب بمنحوا أنفسهم مكاسب وامتيازات وتشريعات تقاعد وتشريعات. نعم، ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية وفي نفس الوقت نحن مقبلون على انتخابات برلمانية. طبعاً. نعم أستاذ صباح الخزاعي، يعني برأيك أليس العراق يمر بأزمة مالية وفي حالة دمار مدن كاملة؟ لماذا يفكر أعضاء البرلمان بأنفسهم فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني أنا شخصيا كمواطن لازلت أجد صعوبة بإيجاد النسخة الأصلية للدستور العراقي. نعم، فما بالك بالميزانية؟ يعني الميزانية أنا يعني قصر اللي صار لحوالي في أسبوع الميزانية تقريبا أو 10 أيام. نعم، لما أقرت. نعم، لازلت أبحث عنها كمحلل كباحث، لم أجد الأرقام الحقيقية أو النسخة الأصلية المعتبرة المعتمدة من قبل الدولة لكي أبحث بها لأسأل أنا في الفضائيات. الموازنة كانت يعني 88 مليار دولار، هذا المجموع. نعم، مجموع الموازنة. انت نعم، اي انت تحكي للتدقيق. نعم، الموازنة ما بيها التدقيق، يعني ما بيها من هو الداخل ما الداخل، هاي كل الموازنات في المجيء دون المالك واللي حد الان. انا اسال سؤال واحد، ليس فقط الشتم فقط الامتيازات للبرلمانيين، يعني نعم، هي يعني هي عمليه سرقه في وضح النهار، يعني يسرقون ويضعون يعني امتيازات لهم ولا ينشروها لكي لا يعرف الشعب. هي مو فقط هي كلها، هم كلهم، هي كل الحكومة كل قوانينها. مثلا أعطيك مثلا، البارحة دور العبادي أقر، يعني هو قرر كيف شيخ العشيرة قرر، قال الامتيازات والرواتب بالحج الشعبي سوف تكون مماثلة إلى القوات الأمنية والجيش. نعم، صح؟ هذا البارحة، وهذا ما تحدثنا عنه في المحور الأول. هو يعني لكي يقارن، زين كيف؟ من هو، من الذي أعطى الحق أن يقر بهذا الإقرار؟ أو أن هذا خارج الموازنة؟ نعم، يعني راح يجيب الفروقات. والنقطة الثانية، يجب هذا القانون أن يقر من قبل البرلمان. نعم، فطبعا يعني إلا شباب، يعني في كل دول العالم عندما تتابع دول العالم، أكثر الدول فسادا هو عندما تتفق الحكومة والمعارضة لإذلال الشعب وخداعه، وهذا ما يحدث عندنا بالعراق. معي؟ هلو؟ نعم أستاذ صباح، معك. اي نعم، فمن أكثر الدول فسادا هو عندما تتفق الحكومة والمعارضة على خداع الشعب. وبما أنه ماكو معارضة وماكو حكومة عندنا بالعراق، كلهم سواسية، فالمصيبة الكبرى ماذا نقول؟ عندما تتفق الحكومة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية تتفق مع السلطة التشريعية لخداع الشعب، وهذا ما يحدث عندنا بالعراق.
البرلمان يتفق مع السلطة التنفيذية. نعم. والقضاء المسيس الموضوع في الجيوب يتفرد. هي حكومة يعني أنا لا تجنى عليها، هذا واقع. نعم. حكومة تسرق أموال الشعب. 75% من الميزانية تذهب نفقات عامة. نعم. 42% من عدها حوالي أو 45% على الرواتب. نعم. بالنسبة إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الموظفين موظفي القطاع العام، من عام 2013 لحد 2003 لحد الآن ارتفع بمعدل 350%. كان مليون صار 4.5 ملايين. نعم. وكم فضائل الموجودين؟ يا ريت يعني كنت أتمنى أن تكون العائلة العراقية مستفادة من الشيء هذا. نعم. لا، على العكس، الذي المستفاد هم رؤساء الكتل الطائفية الجشعة، وطبعا الكثير من المال يذهب إلى حزب الله في لبنان والآخر يذهب إلى إيران للأسف. نعم أستاذ صباح. أستاذ حسين عليان، يعني راتب تقاعدي وحماية وسيارات مصفحة، مصاريف للعلاج خارج العراق، جواز دبلوماسي، كل هذه الأشياء مقررة لعضو البرلمان. ماذا يريد البرلماني أكثر من هذه الامتيازات؟ شوف، هو مسألة البرلمان يعني احنا لا نملك فصل للسلطات. عندما تزيد الحكومة يعني مصاريف ومكاسب وامتيازات البرلمان، معنى ذلك سيصبح العوبة في السلطة التنفيذية، لأنه اللي بيملك الأساس المال هو السلطة التنفيذية. نعم. وبالتالي حفاظا من هذا البرلمان على مكاسبه اللي شرحها بقانون، لازم يعمل موائمة مع السلطات التنفيذية. أنت لو تأخذ كل برلمانات العالم وتعمل مقارنة، برلمانات الدول الفاسدة التابعة للدول الهامشية اللي يسود فيها حكم الاستبداد والتبعية للخارج، غالبا برلماناتها وظائف، هم موظفون لإقرار مشروعات ديكور ديمقراطية المطلوبة، النموذج الديمقراطي الكاذب المطلوب. احنا في العراق يعني العالم الحر الحقيقي، البرلمان خدمة عامة وليست وظيفة، بمعنى هو بتنتهي دورته ممثل للشعب، بيحافظ على مصالح الناس، بيحافظ على مصالح البلد، بيشرع قوانين في خدمة المجتمع، وغالبا ما تكون كفاءات ما محتاجة اصلا الراتب. بس انت اليوم صمم النظام السياسي في العراق، اللي صمم النظام السياسي في العراق صممه هكذا حتى لا يبقى في العراق فلوس وتبدد وتسرق، حتى لا يبقى في العراق اي اموال تعيد اعماره او بناؤه من جديد. الهدف الرئيسي انه هذا العراق لا يعمر، وهذا اس الغزو، انه هذا العراق يبقى تابع مدمر يحترب بلا تنمية بلا إعمار. شلون تسويها؟ دور على الموازنات، الإنفاق العام، الإنفاق الإنفاق الجاري بيسموه، الإنفاق الغير ضروري. نعم. أما إنفاق التنمية فهو صفر. نعم. حتى تسوي هذا الإنفاق لازم توزع على الحبايب والخلان والأحزاب، وهذا مبرمج. يعني هذا الحديث في هذا الموضوع أنا تقديري بنلاحق الظواهر مدى لاحق جوهر أزمة النظام السياسي في البلد. نعم. البلد اليوم مستباحة بلا إرادة، بلا سيادة محلية، يعيث فيها الأمريكي فسادا والجوار فسادا، تارى الإيراني وتارى التركي وتارى العربي، بمعنى هذا البلد لا يستطيع أن يقرر شيئا إلا أن يسرق. نعم. إلا أن تبدد ميزانياته. طيب أنت عندك 88 مليار دولار موازنة في هذا البلد، وروح تشحد فلوس من الكويت ليش؟ الهدف كان واضح، انه انت بدك تسلم البلد للبنك الدولي وللمانحين الدوليين لمزيد من الاذلال ومزيد من التبعية السياسية. نعم. اللي عنده 88 مليار دولار قادر يعمل العراق باقل من 10 سنين، يعيد بناء العراق دولة مهمة، بس لانه مش مطلوب بناء العراق لازم هذه النماذج السياسية هي اللي تسود. نعم. استاذ صباح، يعني مقرر مجلس النواب عماد يوحنا قال بأن القانون، طبعا عن اللجنة القانونية، قال بأن القانون ألزم التوافق بين رئيس البرلمان ونائبيه بما يخص التعيينات في المجلس وإدارة الجلسات ووضع جدول الأعمال وإقالة أحد النواب والاستجوابات.
هذا يعني ترسيخ للتوافقات السياسية والمحاصصة ما بين مجلس النواب وبين السلطة التنفيذية، ما رأيك؟ نعم هذا صحيح، هو مو فقط ترسيخ، وإنما هم يعني مثل ما يقول لك الناس كبار الذي اتفقوا على سرقة العراق، اتفقوا على التوافق فيجب أن ينفذوه بحذافيره. نعم. فلهذا تشوف أنت بعض الاغتيالات، فلهذا تشوف أنت بعض الخروقات في المناطق هنا وهناك، عندما يتعاركون على الكعكة أو عندما لن يتم يعني لن يتم الالتزام بالاتفاقيات التي اتفقوا عليها، وهذا ما حدث في استفتاء كردستان. ما الذي دفع مسعود البرزاني أن يقوم باستفتاء كردستان؟ لأن ليس هنالك توافقات ولم يعيروا أهمية إلى الاتفاقية الاستراتيجية، أعطوا أراضي وأعطوا وعود كما فعلها نور المالكي ولكنه لم يستطيع أن ينفذها، وبالتالي الجهة الأخرى تجرأت وهلما جرى، قصة طويلة عريضة. نرجع على الموازنة، يعني الحسابات الختامية. نعم. هي من أهم البنود لأي موازنة في العالم، في سواء كانت يعني مؤسسة صغيرة، شركة صغيرة، وزارة، هيئة، فما بالك بحكومة، فما بالك بدولة. نعم. ميزانيتها 88 مليار، الوضع مرعب جدا، يعني ليس هنالك حسابات ختامية. ثم وأنا هذا خوفي حقيقة. نعم. التواطؤ البنك الدولي. نعم. إذا تواطأ البنك الدولي مع حكومة المنطقة الخضراء فهذه طامة كبرى. نعم. معنات الفساد والسرقات سيتم بعلم دولي وغض نظر أمريكي وطبعا الإيراني الصفوي، هذا تشتي معروف يعني. نعم. مشكلتنا بالعراق أنا لو سألتني حقيقة هي الطائفية. الطائفية والهيمنة، الطائفية هي التي خلقت كل شيء، الطائفية خلقت الخيانة، الطائفية خلقت الخيانة. نعم. لأن ليس هنالك عراق، لو أنت سني لو أنت شيعي، والإثنية لو أنت كردي لو أنت عربي. نعم. والإثنية لو أنت مسلم لو أنت مسيحي، ليس هنالك هوية مواطن لكي يتم الدفاع عنها. نعم. وهذا ما ترسخه إيران في العراق وكذلك الأمريكان، وللأسف بعض جهات من دول الجوار الأخرى يعني. يعني حتى إذا أراد التدخل في العراق خصوصا في الانتخابات القادمة يفترض أن تتدخلوا، وإحنا قد قلناها وحكيناها. نعم. يا عالم يا ناس، إذا أردتم تتدخلوا في العراق تساعدنا، تدخلوا على أساس أننا كلنا عراقيين. نعم. لا تتصرفوا كما تتصرف إيران، هذا سني وهذا شيعي. نعم. لكن للأسف ليس هنالك جهة تحافظ، العفو، تدافع عن حقوق العراقيين. نعم. ما عدا هو العراقيين أنفسهم، إذا لم ينتفضوا ويثوروا ثورة كبيرة ساحقة ماحقة سوف تبقى الأمور هكذا. لا تعتمدوا على إيران أن ترحمكم على الإطلاق، ولا الأمريكان على الإطلاق. نعم. ما حدث في الموازنة وما يحدث في البرلمان، هذا السيرك، هذا المهزلة. نعم. هي عبارة عن يعني عبارة عن 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 مسلسل كوميدي ومحزن مستمر منذ 2005 والانتخابات أو 2006 لحد الآن. وأعتقد معلومة مهمة جدا، يعني لماذا هذه السياسات سووها هسه حاليا؟ نعم. من أجل أن يشحتون السكاكين والقامات مالتهم وسيوفهم لكي يعطوا بريقا جديدا للانتخابات القادمة بأنها انتخابات مصيرية. نعم. أستاذ حسين، في سؤال أخير، يعني عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب زينب السهلاني تحدثت بأن الامتيازات هي أقل بكثير من يعني المخصصات المالية لمجلس الوزراء، يعني كأنها تقول لما الاعتراض إذا كانت امتيازات مجلس النواب أو مجلس الوزراء أكثر من مجلس النواب؟ أخي الكريم، ما يجري في بغداد عبارة عن لصوص وصوص
سلطات تتنافس على نهب هذا العراق المبتلى يعني. وبالتالي الفاسد بقارن حاله بفاسد أكثر منه، وهذا ليس هو المعيار يعني. هؤلاء معايير قبيحة لا يمكن الاستناد عليها يعني، وملاحقة هكذا سفه وكذا حوارات يعني. نعم. الأساس في الموضوع هو أن هذا البلد فلسفة إدارة هذه الدولة اقتصاديا وسياسيا وماليا هو أن تبدد ثرواتها. نعم. سلمها للسفة، حط قوانين سفيهة، وبالتالي هذا البلد بظل يصطرع على مصطلحات ومفاهيم متخلفة ما بين الطائفية والجهوية وما بين الحرامية. نعم. يعني هذا هو البلد اللي صمم هذا المشروع في الأصل هو الأمريكي، وإجا المرام على جديد الحرامية بالمعنى الشعبي. نعم. والأمريكي متونس لأنه ثروات العراق تهدر ونفطه يسرق، ولا موال اللي تأخذها هو ورق دولار، خذ دولار قد ما بدك من الأمريكي وبددوا كما تريد، بالأخير هو راجع عند الأمريكي، راح يرجع ويشتروا فيه ذلل، وصادر الأمريكي في لحظة غضب سياسي على بغداد وصادر كل أموال الفاسدين بيدوا يعني. هو يلهو في هذا العراق. نعم. هو الأمريكي صاحب المشروع. نعم. وتارك لقوى الإقليم تعبث كما تشاء يعني، هو غير معني بهذا العراق إلا أن يبقى خارج دائرة الفعل. نعم. هذه السياسة الأمريكية تجاه العراق، وأي أحمق آخر يراهن على الولايات المتحدة لتعديل ميزان القوى لإعادة استقرار العراق، العراق ورقة يعني رابحة بيد السياسات الأمريكية في المنطقة ليس إلا. نعم. الأستاذ حسين العليان الكاتب والإعلامي من عمان، والأستاذ صباح الخزاعي الأكاديمي والباحث السياسي العراقي كان معنا من بريطانيا، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.